ميدجت تابروير، هي اصغر علبة في تابروير، ساعتها حوالي 60 ملي. طبعا هي علبة بغطاء الدائري يعني محكمة الغلق، علبة موفرة للمساحة، يعني زي ما احنا شايفين الفنجان اللي جنبها ده محطوط فيه الكمية اللي هتاخدها الميدجت، ورغم كده الميدجت مش شغلة مكان كبير زي الفنجان. مميزاتها كتير واستخدامات مختلفة. طبعا هنتكلم عن مثال كده زي الفيديو ما موضح، اللي هي البيضة مثلا. انت بتستخدمي بيضة واحدة مثلا في أكلة من أكلات اللي انت بتحضريها، وطلعت يعني كميتها كتير على الأكلة دي، فهتودي بقيتها فين؟ هتفضيها طبعا في الميدجت وتستخدميها وقت ما تحتاجيها زي الفل، ومش مغيرة ريحة ولا طعم ولا أي حاجة. طبعا استخدامات تانية مختلفة زي توابل، تحطي مثلا نص ليمونة، توم صحيح، كاتشب، مايونيز، ممكن اي صوصات، نسكافيه، كاكاو، لبن بودر، لبن سائل، توابل، اي حاجة حتى لو ادوية. العلبة دي بجد فعلا رائعة رائعة رائعة، كتير جدا. ممكن كمان اكسسوارز، وكل ما صغر حجمه ويضيع ممكن الذهب، الفلوس، الدبابيس، افكار كتير قوي انت اللي بايدك تنفذيها.